أيها الحبل الكريم عشاق الأسالة والتراث، لا زالت انطلاقاتنا متواصلة من برنس الميادين ميدان رقيعات. على بركة الله ينطلق شوطا من أشواط الخير والبركة، شوطنا إذن الثاني، ويعتبر الشوط الرئيسي لفئة القعدان الفطامين 1500 متر. على بركة الله وتوفيق أعلنت هذه التحديات، أسيرة مع البداية مع المركز الأول شاهين من يتقدم على البداية ناصر بن عبد الله بن فارس الدرع، ولكن الوصول الكاظم عبد الله بن بطي الدرع من ياتي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث القادم وبكل قوة ضاري أحمد بن سيف بن محمد الدرع، والمركز الرابع القادم الله أيضا ضاري عبد الله بن سلطان بسريد الدرعي. يا سلام يا سلام، أعود عند البداية، أعود عند الانطلاقة الأولى، التحديات هناك شاهين ناصر بن عبد الله بن فارس الدرعي، ولكن الخطير المثير ضاري وصل ضاري أحمد بن سيف بن محمد الدرع، ولكن أيضا القادم الواصل ضاري عبد الله بن سلطان بصريد الدرعي، وأيضا يضم شاهين عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي المركز الرابع، ولكن اكتفي بهذا القدر وأعود عند البداية عند الصدارة عند الانطلاقة الأولى. ضاري ضاري على البداية على الصدارة، راح وانفرد والعصا في البطان بدون أوامر أحمد بن سيف بن محمد الدرعي. يا سلام يا سلام أمام الجماهير، أمام الفوز والانتصار، سلام يا مالك ضاري على عروض ضاري مع الأمتار الأخيرة مع المنصة الرئيسية مع الجمهور، سق الله دارك يا مالك ضاري أحمد بن سيف بن محمد الدرعي. تابع عروض ضاري أمام خط النهاية، سلام سلام يا مالك ضاري أحمد بن سيف بن محمد الدرعي على هذا الفوز والانتصار والعروض الذي قدمها ضاري، بينما المركز الثاني أيها الحفل الكريم بنقول شاهين عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي، والمركز الثالث شاهين ناصر بن عبد الله بن فارس الدرعي. نعود بالتهنئة والتوقيت الزمني دقيقتين 9 ثواني 41 جزءا من الثانية، تهانينا لمالك ضاري أحمد بن سيف بن محمد الدرعي، وأسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار مع ضاري.